طيب خلينا نرحب بالدكتور ايمن الحازمي استشاري طب تطور سلوك الاطفال. دكتور ايمن حياك الله معنا. خليني بس اسالك يا دكتور، يعني وش تاثير التنمر نفسيا على الطفل، سواء كان تنمر مثلا مباشر بمعنى احد تنمر عليه او حتى كان مثلا اونلاين؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لكم اتاحة الفرصه وللمشاركة مع الزملاء في الاستديو أو المشاركين من الناحية الأخرى، أيضا على تسليط الضوء على هذا النوع الذي يمس حياتنا العملية اليومية في جميع الأنشطة والأماكن وإلكترونيا أو واقعيا. إجابة على السؤال، لابد أن نعرف بأنه يؤدي زي ما يعني هو إضافة على اللي طرحوه الإخوان والأخوات في الاستديو وعبر التواصل. نقول بأن المشكلة النفسية قد تظهر بعدة أسباب وهي أو بعدة أشكال على الطفل الضحية بالذات. طبعا إحنا نعرف أن المتنمر عنده مشاكل نفسية، وأغلب الأشياء التي يمارسها المتنمر هي عبارة عن انعكاسات نفسية، يا أن يكون تعرض لتنمر سابق هو ضحية يعني، أو بحث عن الذات، أو أسرة مفككة، أو عنده نظرة خاطئة، سواء لأنه يشعر بالقوة بالسلطة، يشعر هذا يعطي ترى إحساس عابر بالنشوة تشعر بقيمة الذات. فلما يكون الشخص المتنمر لا يوجد لديه هذه المعاني موجودة مبثوثة من خلال الأسرة، المهارة، الأشياء الخيرية، يكون لديه هذا الهاجس بالتنمر. نعود إلى الآثار النفسية التي سألت عنها حضرتك بخصوص الطفل الضحية. المشاكل النفسية المباشرة مثل اللي هي إجهاد دائم وتوتر دائم في جهازه العصبي، لأنه في حالة قلق، عدم أمن، في خوف، في رهاب، قد تمتد أثرها إلى ضعف التحصيل الأكاديمي، الخوف، القلق، اضطرابات النوم، اضطرابات الأكل، انعزال اجتماعي، أفكار سوداوية، قد تؤول أحيانا إلى سلوكيات تنمر ضد المجتمع، لأنه ضحية 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 وكبت وتوتر إلى أن ينسلخ من القيم والمعاني الجميلة لأنه الظروف كلها دفعته بهذا الاتجاه. قد يكون تؤول أحيانا المشاكل إلى العزلة الاجتماعية والقلق، وقد يكون هذه بذرة لنواة المشاكل النفسية والاكتئابات والمشاكل هذه التي قد تؤول في أسوأ سيناريو إلى حتى الانتحار. لو تتبعنا جذور المشكلة عكسيا لوجدنا أن الطفل تم التنمر عليه ولم يتم إنقاذه مبكرا. طيب دكتور يعني خليني أخذك في زاوية ثانية بعد الآن. يعني التنمر اللي طلع لنا مع فضاء النت، التنمر الإلكتروني الآن كل طفل معاه إيباد ترى، يعني الآن يعني الظروف تغيرت، وسائل التقنية والتواصل انفتحت. التنمر الإلكتروني يعني خليني أعطيك ببسطها لك، الطفل يلعب لعبة أونلاين مع ناس ما يعرفهم، هذه اللعبة مبنية على القتل وعلى سبيل المثال والسلوك الإجرامي وغير، هل هذه يمكن تأثر حتى على سلوكيات الواحد بحيث قد يكون يلجأ إلى العنف والاعتداء اللي هو من سمات المتنمر؟ يا سلام، أنت سؤالك يحتوي على الإجابة، فغالبا نعم له أثر. المحتوى كل ما يراه ويسمع الطفل يؤثر في الأيديولوجيا، في الأفكار، في المفاهيم. فإذا كان كثافة مشاهدة هذه الأشياء، بل إنه في طريقة الألعاب التفاعلية والكلام والأونلاين ومعها نوع من الشتائم والسب والتحدي، كأنه مارسها في واقع الحياة، فلها أثر كبير على الناحية السلوكية، كأنه يكتسب المهارة أول كان يشوفها في أفلام فقط هو بعيد عنها. الآن المشكلة في الألعاب التفاعلية تجعله كأنما فعل الفعل حقيقة في واقع الحياة، فيتطبع، يتأثر، يصبح سلوك للتعامل مع أي ضغوطات لا يعرف غير الانفعال، القهر، التعامل بالقوة، وإحنا نعرف إنه الرفق ما كان في شيء إلا ذانه، والعنف يعني هو وسيلة كأنه إعلان الفشل بالتعامل بالوسائل العقلية، بالوسائل المنطقية، بالوسائل الإنسانية، وهو سلوك إلى حد ما غير مقبول في المجتمعات الراقية. شكرا لك دكتور أيمن الحازمي استشاري طب التطور وسلوك الأطفال.